السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنت جادو اليوم جبنا لكم بقلاوة بعجينة الفيلو، تجي روعة. أن ثمثم نوجدوها أن وحطوها في الفرن، طيبنا نعسلوها وتكون واجدة بقلاوة. أن تجي مقرمشة، تجي ما شاء الله معسلة كما كنت جادو. شوف إذا حنقسم لكم قطعة تشوفوها، إذا هاكو تشوفوا أن شكلها الداخل، قلت يجي معسل وأجي إذا مقرمشة، تجي ما شاء الله. نقول لأول مرة يزور قناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش الضغط على زر لايك، وما تنسونيش بالدعاء، دعائكم أن ليا أن ولعائلتي كلها. ونروح مباشرة للمقادير. إذا نحتاج عجينة الفيلو الجاهزة، نحتاج أنا هنا استعملت علبة كاملة، نحتاج كمية من الكاوكاو، نعرفوا 3 كيلة كاوكاو، كيلة سكر، شوية قرفة أو لافاني، وإذا مغرف زبدة، ونلموها بالمزهر، والسمن ذائب كما كنتوا تشاهدوا. إذا أول حاجة حنفتح العلبة، نحطوا الآن جهة الكاوكاو، نفتح العلبة، ناخذوا إذا ورقتين من عجينة الفيلو، نحاول أن نفتح فقط العلبة لأنه أن بهذا الشكل. شوفوا إذا هنا أنا جبت أن أنتم لا عندكم أن يعني عود يكون رقيق وطويل أن استعملوه، كما أن يشبه العود تاع يعني المغزل. أن اللي ما عندوش أن كما أنا هنايا، إذا سلكت راسي، درت لكم أن خيط تاع لونتيل أن تاع التلفزيون، غسلته جيدا واستعملته أن في هذه الوصفة. إذا ندهن، إذا الورقة الأولى ما دهنتهاش راكم تلاحظوا، مباشرة أن ندهن في الورقة إذا الثانية. إذا لما ندهن الورقة إذا الثانية، الورقة الأولى راهي من تحتها والورقة الثانية، نحط قلنا أن الخيط هذا، نطويها إذا شوية الورقة، ونحط الحجو بهذا الشكل. شوف شوفوا جيدا. إذا نبدأ لما نحط الحشو المناسب، نبدأ نلوي بهذا الشكل، إذا غير بالعقل لووه، وبعدين بعد ذلك عفوا، إذا نكمشو، إذا ها بها والشكل الآن، نكمشو نحطو في البلا، نزيدو إذا حبة ثانية، قلت ناخذو ورقتين. إذا ناخذ ورقتين، قلت ندهن الوجه فقط الثانية بالسمن. إذا كما كنت تشاهدوا الآن خذينا ورقتين، إذا نحطهم كالعادة، وبعد ذلك إذا ندهنوا قلت الوجه إذا الفوقاني بالسمن، إذا نبقاو ندهنوا كامل الوجه بالسمن. اذا نحطو ان قلت العود، او انه كما انا هنا قلت ان خذيت يعني تاع لونتيل غسلته جيدا، نطويه ان شويه فقط ونحط الحشو. شوفوا بهذا الشكل، قلت عمليه بسيطه ثمثم نحضروها ونلويها كما الان. بعد ما حطيت الحشو ساويت ان كل جهات، ان نبدا نغلق بهذا الشكل. شوف اذا بهذا الشكل نغلق، نلويها كامل ونبدا نكمش فيها. شوفوا بسهوله تتكمش لكم، لانه ان عملي هذا، ان هذا الخيط عملي جدا. شوفوا ونحط نصها في البلاط تاعنا، اذا راح نكمل العمليه كامل حتى نكمل. شوفوا هاو الشكل النهائي بعد ما كملنا. اذا رصيتهم كامل اللي كان عنده انا ورق الفيلو رصيتهم كامل، نبدا ندهن فيهم بالسمن. هنا كما كنتوا تشاهدوا ندهنهم كامل بالسمن، ما نفرغوش السمن، ندهن قلت ندهن بالسمن ونحطهم في فرن، اذا يحمرونا من تحت ومن الفوق 180 درجة، ونرجع لكم ان شاء الله. قبل هذا الان راح نجيب سكين حنقطعها الان. انتم هنا تقدروا تقطعوا على 4 كما تقدروا تقطعوها اذا حبيتوها كبار، قطعوها على 3. انا حبيتهم يكونوا الان البقلاوه تاعنا الان حبتها كبار،
هنقطعها اذا على ثلاثة كما راكم تشاهدوا قلت. وبعد ذلك اذا نحطهم، لما نقطعهم الان جيدا هنا نكون مسخنا الفرن تاعي على قلت 180 درجة حتى تحمر لنا كامل. قلت اذا فيها السمن قطروها من السمن مباشرة ونخرجوها اذا ونعسلوها كما راكم تشاهدوا هنايا. هنا شوفوا بعد ما حمرت لنا شوفوا شكلها شحال جميل. اذا مباشرة جبت العسيلة، اذا هنا كانت عندي الان علبة تاع رطل، اذا تكفي للكمية هذه تاع علبة تاع عجينة الفيلو الجاهزة. اذا هنا فرغت لها العسيلة كامل باش تشرب لنا كامل العسيلة. اذا وزينتها بشوية كاوكاو كان بقالي بعد ما نعسلها، قلت اذا جبت لها شوية كاوكاو وزينت بها الوجه من الفوق وخليتها حتى تتشرب جيدا العسيلة. اذا هاكو تشاهدوا نبقى اذا نخليها اذا نزين بالكاوكاو اذا ونرجعوا فيما بعد على اذا طاولة التقديم. هاو الان الشكل النهائي، اذا هاي البقلاوة تاعنا اللي طابت لنا، شوفوا شكلها شحال معسل، يعني شكلها شهي جا روعة ما شاء الله. انا اقسم لكم حبة راح تشوفوا الان مقمشة من برا الان ومعسلة في قلبها من الداخل، تجي اذا قلت تجي روعة. شوف اذا هاو الشكل تاعها يجي ما شاء الله. نقول لكم اذا صح فطوركم، ما تنسونيش بدعواتكم، دمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.